من بعد مشاركة بيكي ببرنامج سديم لصناع المحتوى العرب بجزء الثالث، حققت نجاح كتير كبير بضمها لأكثر من 600,000 مشترك على يوتيوب و 1.2 مليون متابع على انستغرام. فبعد عودتها من الأردن إلى بلدها تونس، شاركت بيكي ستوريهات من الاجتماع اللي جمعها بأعضاء من الحكومة التونسية بعد الاستدعاء اللي تلقته من رئيس الحكومة التونسي لتمثل صناع المحتوى بتونس، ولتتكلم كمان على الإمكانيات اللي يحتاجها كل صانع محتوى بالبلد. فبيكي ما انتظرت نسبة الانتقادات العالية اللي تلقتها بداية من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليتفاقم الوضع وتتلقى انتقادات أخرى من صحفيين على التلفزيون والراديو التونسي. بما أنه هبطت حكيت اللي عملنا غير يوم مع رئيس الحكومة، هبطلقت فيسا وما فسرتش برشا الموضوع. برشا ناس يعملوا في تكهنات وبرشا ناس يعطيوا في حكايات من راسهم. عملت اجتماع بشباب من ميادين مختلفة وما يدين بعض على بعضهم، مثلا تلقى اللي يحكي على البيئة، تلقى اللي يحكي على CNSS، وفما الكونتنت كرييترز، فما انا كتونكو يوتيوبرز ومعايا رايا في الانستغرام. المهم مش هذا موضوعنا، حبيت نفسر لكم انه الحاجة دي صارت كانت حاجة يسر قوية، انه سمعونا حكينا في كل واحد في الميدان متاعو. المهم والاجتماع هذا دام اربع سوية من نقاش، اربع سوية سمعنا كل واحد الميدان متاعو بالقدي حكيت. وفي الميدان متاعي شخصيا حكيت اغلبية تحديثي كان على استاتيو ليغال، ولا على كيفاش انا في بطاقة تعريف مثلا as a content creator ما عنديش خدمة معينة ولا اسم معين. اخترعنا يسر عقلية الكره مهما كان مجالك، راه هذا الانستغرام واليوتيوب مثال من برشا حاجات، مثال من الدانسور اللي عايتوا له رقاس، ومثال من الخياطة اللي مسكينة خياطة. المهم احنا يسر عنا عقلية نذلوا العبد ونطيحوا من قيمته، ولا غالب ان شاء الله تتبدل وسبحان الله خير. وبعد صمت من بيكي صورت فيديو اعتذرت من خلاله لكل شخص فهم الموضوع غلط ولتلوم الناس اللي انتقدوها. فبعد كل هذا الهجوم ساندها جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الرسائل والاستوريهات اللي عبروا فيها عن حبهم لبيكي، تقديرهم لتعبها لتقديم محتوى لائق ومتعوب عليه. أما بخصوص سامي فاكتفى بنشر هذا الاستوري وكتب بما معناه لك كل سندي حبي. فرغدة كتبت هذه فتاتي القوية، وريدا كتب أنت قوية.